أكد السيد جمال العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أهمية توثيق علاقات الشراكة بين سوق العمل وتمكين. العلوي أكد أن الهيئة لن تدخر جهدا في التعاون والتنسيق الوثيق على جميع الأصعدة مع تمكين لتحقيق تطلعات الحكومة الموقرة المنشودة لتطوير سوق العمل ودعم مؤسسات القطاع الخاص، منوها بالجهود المتميزة التي تبذلها تمكين في دعم المؤسسات ورفع مستوى انتاجيتها وتعزيز فرص توظيف البحرينيين في سوق العمل. خلال اجتماع عقد بحضورهما، أكد السيد حسين رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أهمية العمل والتكامل بين دور هيئة تنظيم سوق العمل وتمكين بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة متغيرات سوق العمل لتحفيز النمو والإنتاجية بما يتوافق مع خطة التعافي الاقتصادي واحتياجات السوق، مثنيا على التعاون الدائم والتنسيق المشترك بين الجهتين.